قديش فترة الأمومة للمرأة الحامل بألمانيا قبل الولادة وبعد الولادة؟ أوجيهو، طيب قول مرحبا، قول كيف زمان صرنا ما اجتمعنا، طيب زمان ما شفنا الوش الحلو. طيب خلينا نفوت على الحديث. حبيب القلب، على حسب قانون الموتشوتس ففترة الأمومة هي قبل الولادة ليست كما بعد الولادة. قبل الولادة بتكون هي 6 أسابيع من اليوم اللي هن بيحددوا إنه يوم الولادة المتوقع، تحسب وراء 6 أسابيع. بعد الولادة كمان يوم الولادة المتوقع 8 أسابيع، يعني جمعا يكون مع يوم الولادة 99 يوم بيطلع للمرأة الحامل إجازة بألمانيا مدفوعة. فهلأ رح نجي على السؤال التالي اللي هو أنت حتسألني شو هو بعد الولادة، بعد الولادة قديش بيطلع له مصاري، شو هو المبلغ. هون بيحسبوهن على طريقة إنه إذا هي خلينا نقول بتاخد 1500 يورو نيتو بين قوسين، يعني مخصوم من الضرائب، ال 1500 بيقسموه على 30 بيطلع 50 يورو باليوم الواحد هي اجرتها من الاربايت جيبها من صاحب العمل. ال 50 يورو بيضربوها ب 99 يوم اللي هي فتره الامومه بيطلع له شيء اسمه موتشوتس جيلد، يعني بيطلعوا 4950. بس هذا المبلغ هي مو كله بتاخده من الاربايت جيبها، بينخصم منه 13 يورو عن كل يوم. هذا 13 يورو هي بتاخده من الكرانكين كاسه، لا حسب لك يا بسرعه، هي بيطلع له 1287 يورو من الكرانكين كاسه وباقي المصاري من الاربايت جيبها. تمام، هي اذا كان 1500 نتو نحن عم نحكي وسطي، يعني